السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. طبعا بالتأكيد هنبدأ بالجانب والشارع الأهلاوي. أنا ذكرت لحضراتكم في الفيديو الأخير إن بالفعل كابتن محمود الخطيب هو رئيس بعثة النادي الأهلي إن شاء الله في حضورها في المغرب. عايز أتكلم كمان إن المباراة إن شاء الله تكون يوم 11/6 الساعة 10 توقيت القاهرة في ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا. اللي أنا عايز أقوله حاجة، طبعا فوزي لجع اللي هو رئيس نادي الوداد عامل مكافآت خاصة للعيبة، التذاكر كلها تقريبا بالفعل خلصت من الجمهور الودادي. كل ده ما يهتناش، احنا النادي الاهلي احنا افضل نادي في افريقيا، من افضل الاندية على مستوى العالم، من افضل الاندية على مستوى التاريخ. هم بيحاولوا يضغطوا علينا وفي حرب نفسية من المدرب البلجيكي اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، قلت من سمات ان هو مدرب مستفز. بيقول النادي الاهلي في عز ما هو كان ماسك الكوره وفي عز ما هو كان مسيطر، استحواذ عدى 70% الا ان ما قدرش يسجل اكتر من هدفين، واحنا في اسوأ حالاتنا او ما كناش بالقوه الضربه بتاعتنا وقدرنا نسجل جول، وهنقدر نسجل بسهوله في ملعب كازابلانكا او ملعب محمد الخامس. ان شاء الله ده مش هيحصل، ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يسجل في ملعب كازابلانكا. وان شاء الله من خلال الفيديو هقول لك على صفقه مهمه جدا 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 في الخط الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي، وبالفعل يعني اللعيب نفسه يجي النادي الاهلي، وكولر مهتم جدا باللاعب ده. عايز اكمل بالنسبه للجانب الودادي، احنا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي جاهز جدا، اللعيبه في التوب فورم، لعيبه رايقه، عندنا حسين الشحات قوه ضربه، بيرسي تاو اللي متفوق على نفسه، محمود عبد المنعم كهربا اللي يعني بنبارك له وبنهنيه ان خلاص انضم لقائمه المنتخب اللي ان شاء الله في المعسكر بتاع شهر يونيو. اتمنى له التوفيق، لعيب كبير ولعيب متميز جدا. وفي بعض العناصر المهمه جدا اللي انضمت لمنتخب مصر من النادي الاهلي زي مروان عطيه، زي محمد عبد المنعم، لعيبه كبيره ولعيبه متميزه جدا. عايز اتكلم في حاجه كمان بالنسبه للجماهير نادي الوداد، احنا عارفين ان دول شمال افريقيا كلها يا جماعه مهتمين جدا 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 بالضغط النفسي على الخصم، اللعيبه دايما لو في حاله المكسب بتقع كتير في الملعب، بتحاول تضيع وقت، بتحاول تضغط على الخصم بطريقه تضييع الوقت، وبالنسبه للضغط من الجماهير ان شاء الله ده مش هيحصل. طب مين اللي هيلعب كاساسي؟ هل محمد الشناوي ولا مصطفى شوبير؟ اللي انا شايفه الاجهز شوبير، خبرات الشناوي النادي الاهلي محتاجها، خاصه لا قدر الله لو وصلنا لوقت اضافي وضربات ترجيح. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يعدي نادي الوداد، وان شاء الله ال 11 تبقى للنادي الاهلي. عايز اتكلم كمان بالنسبه للصفقه اللي كولر بنسبه 100% مستمر في الضغط على اداره النادي الاهلي ان يخلص مع اللاعب المتميز جدا. هتكلم على اهم مميزاته، هتكلم هو مين اصلا، وكان بيلعب في نادي ايه، وجاب كام جول، وطوله ايه، وعنده قد ايه، ولعب في منتخب ايه، والكلام ده كله هتكلم خلال الفيديو. هتكلم على اللاعب المتميز جدا الافواري اللي انا شايفه من اللعيبه ان لو جات النادي الاهلي كقوه بدنيه وكالتحامات وكلعيب كمان هيدر، لعيب متميز جدا، والنادي الاهلي عنده فجوه في مركز راس الحربه. هو اللاعب جان فيليب كارسو، لعيب متميز جدا ولعيب كبير بيلعب في نادي سانت اتيان النادي الفرنسي المتميز جدا. اللاعب هيجي في صفقه انتقال حر، عنده 25 سنه، طوله 188 سنتي، يعني بتتكلم في لعيب طويل ولعيب متميز جدا. السنه دي شارك مع الفرقه 35 مباراه، احرز 17 هدف وصنع 12 هدف، انت بتتكلم واحد مشارك في 29 هدف، يعني مش لعيب هداف بس، لا ده لعيب كمان بيصنع اهداف بشكل متميز جدا. هو لعيب افواري عنده 25 سنه زي ما ذكرت لحضراتكم، انا شايفه لعيب كويس جدا خاصه في الثنائيات، في اللعب براسه بشكل متميز جدا. ده لو جه النادي الاهلي تبقى صفقه بوم، كمان هيجي في صفقه انتقال حر، يعني اللاعب مش هيكلف خزانه النادي الاهلي غير هو يا دوب الراتب السنوي، الراتب السنوي بتاعه مش هيزيد عن مليون دولار، مليون و200 الف دولار، هيبقى لعيب متميز جدا والقيمه بتاعته تبقى في متناول النادي الاهلي. ده صفقه متميزه جدا وصفقه مهمه جدا. عايز اتكلم بالنسبه للجانب الزملكاوي، الجانب الزملكاوي يعني لجنه الانضباط او احنا شايفين اني بيراجعوا الفيديوهات بالنسبه للحركه المسيئه بتاعه دونجا لزيزو، يعني الايقاف يا جماعه او اللائحه بتقول ان اي اشاره خارجه او اي اشاره خارجه بالنسبه للجمهور او بالنسبه للعيب الخصم او بالنسبه للعيب الفرقه بتاعتك بتبقى 50,000 جنيه غرامه وايقاف 6
مباريات ما نتمناش. ده لدونجا، دونجا لعيب كويس ولعيب انا شايفه من اللعيبه المتميزه اللي محتاج يعني يلعب اكتر من مباراه في النادي الزمالك عشان نرجع للفورمه بتاعته. عايز اتكلم بالنسبه لقائمه المنتخب بالنسبه للزملكاويه، يعني محمد صبحي بقى، محمد صبحي انضم للمنتخب، احمد ابو الفتوح انضم للمنتخب، الاثنين لعيبه لعيبه متميزه ولعيبه كويسه، اتمنى لهم التوفيق واحلى مسا على الاهلاويه واحلى مسا على الزملكاويه. وده كان فيديو النهارده، لو عجب الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لكل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله، السلام عليكم.